لا شك إن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو التوحيد، لأنه حق الله على عباده، كما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ردف معاذا في حماره فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق ربنا علينا، وده التوحيد، إنك تعبد الله وحده وما تشرك معه أحد، لا ولي لا نبي لا رسول لا ملك لا صالح لا طالح، لا فكي لا فقير، لا بتاع كجور، لا غيره، ما تشرك مع الله. والناس كتار يقول لك: طيب ما في شرك ولا قاعدين نشرك. طيب في الشدائد إذا ما نزلت المطر، إذا المرأة ما جابت الجنة، بتنده منه؟ في ناس كويسين بينادوا الله، ده الموحدين، وفي ناس كمان مجرمين يقول لك كل ناس يقول لك بينادوا شيخهم، ديك بينادوا ود منو، ديل بينادوا أبو منو، ديل بينادوا أبو منو، وده الشرك بالله ذات وجماعة، لأنه ربنا قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية بتتكلم عن دعاء دون الله، دعاء غير الله من الأولياء والفقهاء والصالحين والطالحين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعوا دعاءك لأنه مات، ما بيسمع دعاءك. طيب لو فرضنا ولو سمعوا، ولو سمعوا، هم ما بيسمعوا، لكن لو فرضنا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما بيستجيب لأنه ما عنده حاجة، ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو ضعيف وفقير وما عنده حاجة. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وده الشاهد بتاعي هنا، ربنا سمى دعاء غير الله سماه شرك. إذن الناس البناد وغير الله ذيل المشركين وذيل اللي عندهم الشرك، فكيف تقول ما في شرك؟ في شرك موجود. والناس اللي بيشيلوا بهيمة يمشي يطبحوها في القبة وفي القبر، ده هو الشرك ذاته يا جماعة، لأنه ربنا قال: فصل لربك وانحر. يعني زي ما بتصلي لله المفروض تنحر وتطبح لمنه؟ لله. أنت بتصلي لله لأنه الصلاة عبادة، كذلك الذبح والنحر برضو عبادة، لابد تكون لله، ما تكون لشيخ تودي الخروب بتاعك في القبة ولأنه الشيخ أدى المرأة الجنة. شيخ ما بدي حاجة، لو بدي حاجة كان أدى روحه الروح وما كان مات أصلا ودفنوه وبنى عليه بنية، ده لو كان بدي حاجة. فده ده ده الشرك الموجود الليلة.